ليس هو اليوم الأول الذي يتحرك فيه عمال وموظفو شركة كهرباء لبنان غب الطلب وبالإجراء وعلى الفاتورة بتظاهرات واحتجاجات طالبوا بتثبيتهم. عمال وجبات من مختلف دوائر الشمال اعتصموا أمام مركز المؤسسة في طرابلس احتجاجا على عدم ضمهم إلى ملاك المؤسسة وتنديدا بالعقد المشحف الذي وقعته المؤسسة مع شركات خاصة لاستخدامهم، والمستخدمون الذين تعرضوا لإعاقات في جسدهم لدى تسلق عواميد الكهرباء لتصليح الأعطال كان لهم حديث للأم تي في. بيجتمعوا بينهوا الحجر بيتركوا البشر، يا ريت نحن عمال اجانب يكون عندنا ضمان. وفي اعتصام موحد لليوم الثالث على التوالي رفع العمال المياومون في شركة كهرباء لبنان فرع صيدا وصور والنبطي لافتات مطالبين المسؤولين بالتحرك وقطعوا طريق مفترشين الارض عند مستديرة الشركة في صيدا. والله العظيم قدام مرأة عيوننا كانوا عم بيوقعوا على العقود باللغة الإنجليزية وهم لا يعرفون اللغة الإنجليزية بالأصل. غدا سيكون سننادي بإسقاط جبران باسيل. وإلى كسروان وتحديدا أمام دائرة كهرباء لبنان فرع جوني اعتصم مستخدمو الشركة المياومون رافعين اليافطات المطالبة بتثبيتهم في الملاك. عم نتعاون وكنا مخلصين لشركة كهرباء، جزائنا انه يفللونا من شركة الكهرباء على بيوتنا او يبيعونا لشركات خاصة. ما يقارب 2500 موظف مياوم ينتظرون الحكومة لإقرار مشروع التثبيت، وإلا فالتصعيد على الأبواب.